يا صباح الخير، يا صباح النور والسرور، يا صباح العام الجديد والفرحة والنجاح والأمنيات الحلوة للناس الغاليين والحلوين. إن شاء الله عام مربوح عليكم كامل أجمعين. نخلوه بإذن الله تعالى عام النشاط والاجتهاد والمثابرة والعمل بكد للدنيا وللآخرة، لأنه يا ناس الخير العام ما هو إلا رقم اللي راه يطلع ويزيد كل 365 يوم، وحنا يا من كل يوم نتعلم حاجة جديدة يا لو كان بسيطة بصح تزيد لنا من تجارب الحياة، والحياة ما هي إلا مدرسة وتعليم فيها بلا حدود. العام الجديد اللي فتح علينا بيبانو نخبي معه أمالنا أمنياتنا مستقبلنا، والمستقبل هنا يا الناس الغاليين على قول فيكتور هيغو للمستقبل عدة أسماء، بالنسبة للضعفاء هو المستحيل، وللجبناء هو المجهول، أما للشجعان فهو فرصة. وأنا نروح ديراكتمون لهذا الشطر الأخير باسكو على بالي نتوما كامل شجعان، ونقول لكم اغتنموا هذه الفرصة وعرفوا كيفاش تستعملوها. إليق تكونوا ونكونوا كامل فعالين في المجتمع، ناشطين، فاطنين، صالحين. وبهذه الطريقة حنايا كمواطنين يا أغلى ناس اللي رايحين نغيروا من هذا العام والعوام الجايين، بوركوا با ما نستناوش غير التغيير بالتمني، بصح التغيير اولا يكون في روحتينا باش تغير السنه هذه تاع 2022. كل واحد فينا يعني من جهته يقدر يغير ويطور في نفسه، يطور ثاني في المحيط ديالو، خاصه نشوفوا في مجال التربيه، التحضر، الاسره الصغيره، باسكو علاش اذا تبدلوا هادوما دونك اوتوماتيكمون رايحين يتبدلوا مع عدة مجالات وقطاعات في المجتمع وفي البلاد كامل لما لا. فوالا نحبوا كامل نعيشوا في مجتمع منظم، الناس فيهم تربية، الأخلاق، الظرافة، الفهامة، النظافة. هذه هي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دونك لازم لنا إن بون فولونتي، إرادة قوية باش ننجحوا إن شاء الله ونحققوا كامل هذه الأمنيات الجميلة والسعيدة بإذن الله تعالى، باش ما تبقاش مجرد حبر على ورق ولا مجرد هكذا أسطر برك على مواقع التواصل، مجرد أمنيات على مواقع التواصل الاجتماعي. فوالا عام سعيد، كل عام نتوما بخير، ربي يطول في عمركم. انا يا هنايا يا اغلى ناس راني نهضر وفي نفس الوقت درت لكم هاد لو مونتاج تاع تصاور هادو ما اون فيديو، وين تقاسمت معكم الوصفه تاع لي كاب كيك وشوكولا اللي استقبلنا بها العام الجديد، حاجه حلوه باش هكذايا يكون العام حلو علينا وعليكم ان شاء الله. وصفه سهله وبسيطه والنتيجه هايله، يعني سورتو كيديروها الايادي الصغار، يعني هاد الوصفه داروها ولادي الله يحفظهم، خرجوا بزاف خفاف. تلقاو المقادير مكتوبه في لا فيديو كيما شفتوا، الطريقه راهي واضحه في الصور. فوالا كيما قلت لكم سهله مهله، مقادير بسيطه. نزيد نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف لا بار دانفو باللغه الانجليزيه، لانه على بالي كاين بزاف مشتركات اللي ما يعرفوش اللغه العربيه. So we will find the ingredients in the information bar، هكذايا باش يكونوا الامور واضحين. فوالا نخليكم انا مع هاد الصور، نقول لكم اذا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنسونيش بلايك، اشتراك في القناه مع كومونتير شباب، هكذايا باش تزيدوا تشجعوني وتحفزوني. ان شاء الله نقول لكم مره اخرى عام سعيد، بوناني ميور فو، هابي نيو يير، مع الف سلامه، الى اللقاء.